هكذا يقضي معظم ساكني هذه المنطقة يومياتهم مع غلق مستمر لطريق لو تعبدت لكانت كمعبر اقتصادي هام يربط بين بلدية الرقاصة بولاية البيض ونظيرتها السخونة بولاية سعيدة. طريق مغلوقة ومسالك صعبة سببت أرقا لساكني وموالي هذه المنطقة التي جعلت معظمهم يفكر في التخلي عن ثروة تعتبر المحرك الاقتصادي الأول بولاية البيض، وحولت يومياتهم إلى كابوس حقيقي بسبب مشاكل كثيرة يعانون بطء وصولهم إلى المستشفى مع لدغات العقارب التي تعرفها المنطقة وسموم تسرب أبنائهم من المدرسة. راكتي في الغبار وكذلك زيادة كل يوم، والطريق تبلغت علينا، بلادنا راهم يقروا، والله ما لقينا من نقودوا، الطريق الله قال تبلغ، والمرض يجيب الخادم ربي وحده مريتي ياك. والله ما عدنا من فوتو، راه جاي وقت العموان والعقارب، على بالك العقارب هذه المنطقة معروفة بالعقارب. الناس تعاني العقرب، الطريق مقطوع، هذاك مثلا لو كان يمرش واحد برا تلدغش واحد برا من يفوت؟ لا يفوت. فتحها هنا يتطلب دق باب المساعدة، وهنا أحد المقاولين الخواص يستجيب لفتحها. نشكروا هذا المحسن حميدة بتوفيق. راه يعاوني، هذا بريفي مسكين راه يعاون فينا، راه يحل في الطريق فيه. احنا مغبونين، ربنا كحنا الطريق مبلع علينا، العقرب كلات الجفاف. ونداء الساكنة هنا كاستغاثة إلى رئيس الجمهورية من أجل منح رخصة عاجلة لتشييد وتعبيد طريق بطول 58 كيلومتر فقط، والتي يحلم بها الصغار ويتمناها الكبار لما لها من أبعاد تنموية واقتصادية هامة لكلتا البلديتان، مما يعطي حركية ونشاطا يسمح بأن تكون هذه الطريق كقبلة لكبار التجار، خاصة تجار الألبسة من الشمال وتربية المواشي من الجنوب. أرانا نطلب من ربي ومن رئيس الجمهورية يشوف لنا حل هذه المشكلة، يعني مشكلة على الطريق، أمر تاع مولانا معليش خلو عند مولانا إن شاء الله. ونطلب من سيد الرئيس الجمهورية أن يتدخل ويحل لنا هذه المشاكل تاع الطريق، وسيد الوالي كذلك، ونشكروا قناة هضاب على زيارة تاعها هنا، ونحن أول قناة تزورنا هنا.